إذن فيما يلي وكما جرت العادة خلاصة ما رصدته منظومة الرصد والمراقبة الوبائية فيما يخص فيروس كورونا المستجد ببلادنا منذ مساء الأمس وإلى غاية الخامسة زوالا ليومه 28 يونيو 2020، إذ تم تسجيل 175 حالة إصابة جديدة مؤكدة بهذا الفيروس، 93 منها اكتشفت عن طريق تتبع المخالطين، ويصل بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء ببلادنا إلى ما مجموعه 12,052 حالة إصابة بهذا الفيروس. إذا فيما يخص التوزيع الجغرافي لهذه الحالات بجهة المملكة فهو كالتالي: إذا فقد سجلت 25 حالة جديدة بجهة الدار البيضاء ستات، 11 بالمحمدية، 6 بالدار البيضاء، 6 بإقليم جديدة، حالة واحدة ببرشيد وحالة ببن سليمان، فيما سجلت 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بجهة مراكش أسفي، 15 منها بمراكش، 2 بإقليم الحوز وحالتان بأسفي. فيما يخص جهة طنجة تطوان الحسيمة فقد سجلت 54 حالة جديدة، 31 منها بطنجة، 12 بفحص أنجرة، 8 بالعرائش، حالتان بالمضيق وحالة واحدة بتطوان. فيما سجلت 13 حالة جديدة بجهة فاس مكناس، 5 منها بفاس و7 بصفرو وحالة واحدة بمكناس. فيما يخص جهة الرباط سلا القنيطرة فقد سجلت خلال 24 ساعة المنصرمة 12 حالة جديدة، منها 5 بتمارة، 3 بالقنيطرة، حالتان بكل من سيدي سليمان وسيدي قاسم. فيما سجلت جهة العيون السقية الحمراء 44 حالة جديدة كلها بالعيون، وسجلت 4 حالات جديدة بقلميم ودنون، حالة واحدة بطنطان و3 بسيدي فني، فيما سجلت حالتان بالجهة الشرقية كلها بجرادة، وحالة واحدة سجلت بجهة بني ملا الخنفرة بفقيه بن صالح، فيما سجلت جهة سوس مسا حالة واحدة بأكادير، ولم تسجل الجهتان المتبقيتان الداخلة واد الذهب ودرعة فيلالت أي حالة جديدة خلال 24 ساعة المنصرمة. إذا فيما يتعلق بعدد الحالات المستبعدة بعد إجراء التحليلات المخبرية اللازمة فقد بلغ مجموعها 634,143 حالة مستبعدة. أما فيما يخص حالات التعافي فقد سجلت ولله الحمد 17 حالة تعافي جديدة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء ببلادنا 8,740 حالة شفاء، وبذلك تبلغ نسبة التعافي 72.5%. مع الأسف سجلت حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليصل مجموع الوفيات المرتبطة بهذا الداء ببلادنا إلى 221 حالة وفاة بنسبة إماتة تناهز 1.8%، وللإشارة فلله الحمد هذه النسبة تبقى منخفضة مقارنة مع باقي الدول. إذا يصل بذلك مجموع الحالات النشطة والتي هي قيد العلاج إلى ما مجموعه 3091 حالة، منها 17 حالة صعبة أي بنسبة تقل عن 0.5%. هذه الحالات الحرجة والصعبة كلها مع الأسف لها عوامل اختطار، يا إما عامل السن المتقدم أو يعني المعاناة من مرض مزمن، أو هما معا يعني عامل السن بالإضافة إلى مرض مزمن. فيما باقي الحالات لا تظهر عليها أي أعراض أو تبدو عليها أعراض جد طفيفة. وتجدر الإشارة إلى أن تتبع المخالطين مكن إلى غاية الآن من تتبع ما مجموعه 64,497 شخص لازال منهم تحت المراقبة الصحية 9,505 الأشخاص.
وتؤكد الوزارة وتذكر كذلك على ضرورة احترام وسائل الوقاية من تباعد جسدي مع تفادي التجمعات وارتداء الأقنعة بشكل سليم مع الحرص على النظافة العامة ونظافة الأيدي باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.